مكان مكانكم ومفتوح لكم دائما. احنا الفكره انه نحاول نشتغل شوي على تطوير العمل الاعلامي بالنسبه للنساء بالمجال الاعلامي، تدريبات اعلاميه بالاضافه. طبعا اكيد برجع بكرر انه هو هذا المكان مكانكم، يعني اهلا وسهلا فيكم. افتتاح اليوم هو افتتاح لمركز ميديا سنتر، اللي هو مكان للخدمات الإعلامية، تقديم الخدمات الإعلامية من تدريبات كورسات إعلامية، بالإضافة ل في عنا تصوير، قسم خاص بالتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، طبعا في عنا قسم خاص بالمحجبات، وفي عنا شيء له علاقة بالخصوصية، يعني احنا ممكن يكون في تصوير للحفلات والمناسبات الخاصة، وطبعا هذا ضمن معايير خصوصية خاصة جدا. بالإضافة في عنا خدمات اللي هي تصوير المناسبات العامة والفعاليات والأنشطة اللي ممكن تقوم فيها الفرق لضمان الحفاظ على الخصوصية. عنا جزء مخصص للسيدات، لأني يعني حبينا نسوي خصوصية للناس السيدات المحجبات، يعني إنه ما بيقدروا يدخلوا أي مجال مكان تصوير أو أي مركز تصوير. وفي مثلاً في تدريبات بتصير أحياناً السيدات ما فيها يعني رجال يصوروا معها، يعني في عصير خصوصية بهالموضوع.